وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يا صباح الخير يا صباح الفل يا ياسمين كيفكم صبايا شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي اهلا وسهلا بصبايا الجدادين انضمت لقناتي جديد رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني آه متل ما شفتوا صبايا التلج كان نازل فقت الصبح بكير لقيت التلج كله على الارميد تبع البيوت بس من هون للظهر كان كله دايب يعني آه مثل ما شفتوا كمان حطيت الترموس آه ما بعرف إذا بتعرفوا شو يعني ترموس بس نحنا بسوريا عنا ترموس بتيجي هيك حبة يابسة بتحطيها بالمي وبتبلش تكبر احيانا بيجي ترمس حلو احيانا بيجي ترمس مر هون بتركيا بس في ترمس مر انا بجيبه من اسطنبول هون بقيصري ما بلاقي يعني بجيبه من اسطنبول حصرا من عند السوريين فمثل ما شفتوا حطيت الترمس بالمي السخنة ولازم كل ساعة ساعتين تقيم المي عنه لحتى يصير طعمته حلوة لانه هو بيكون كتير مر بسوريا كان حلو يعني بيوم واحد بصير بس هون بيجي مر تقريبا بده ثلاثة ايام على حسب نوع الترموس وبعدين بس يصير حلو حطوا له بهارات وهيك فان شاء الله الفيديو الجاي بارجيكم شو البهارات اللي بحطوا لهم بس كتير لذيذ كتير طيب خاصه هلا بالشتاء السهره طويله تحسي انه شو بدك تتلاقي شيء شو بدك تاكلي وبتحسي بتانيب الضمير بس تاكلي شغلات مو مفيده وبتسمن بس هي ما بتسمن ومفيده وهون كمان اجى الكارغو جايب هدون المعالق والشوك والسكاكين وصيت عليهم هنا هيك بيجوا خشب للقطع الحلو تاكلي هيك شغلات حلوة طرية لانه السكين يعني ما بتقطع كتير لانه هي خشب والشوكة نفس الشي حبيته كتير بحب الشغلات الخشبية بيجو أه ست شوك ست سكاكين ست معالق فحطيتهم هون بهي الزاوية حسيت هيك بيعطي ديكور حلو وكمان منه انه بستخدمون يعني بلاقيهم هيك جنبي ورجعت دول المعالق القديمين لهي العلبة القديمة رجعتها مثل ما كانت هي القطعة بتجي لتنظيم الكبل تبع أدوات الكهربائية متل أه، مثل ما شفتوا إلى اللزقة لزقتها أنا على العجانة أه، من على جنب ولفيت عليها الكبل أه، جبت بس قطعة واحدة قلت لجربها بركي طلعت مو ظريفة بركي بعد فترة اللزق تبعها انشال يعني اللزق تبعها مو قوي فقلت لجربها اذا طلعت منيحة رح اجيب الباقي هيك ونظم الكبلات تبع الادوات الكهربائية اللي عندي التانيات يعني هلا هون اجت الماكينة تبع الخياطة الصراحة اللي زمان عم فكر اني اجيب ماكينة واتعلم عليها لانه كتير بحب سابي هيك شغلات مميزة خيط شغلات مميزة بس انا ما بعرف على فكرة بالخياطة ابدا ابدا حتى اذا يعني انصقب شي عند ولادي هيك صغير كتير بلاقي صعوبة اني اخيطه يعني ما عندي علم فيها ابدا فعم بتعلم من الصفر فقال هيك عم بفتحها وشفتها انه حسيتها معقدة صراحة ما فهمت شيء شوي شوي قعدت اتعلم انه كيف بدي احط الخيط ومن وين بدي احط فيه لها كتير شغلات ولها كتير خطوات وانا ما بعرف ولا بحياتي ولا بعمري اني خيطت شيء يعني بس حابة اتعلم يعني حابة اعمل شيء خاص فيني عرفتوا حابة خيط شي للبيت قصص هيك شغلات صغيرة بالاول بعدين ممكن اتطور وساوي شغلات كبيرة ما بعرف بس حاليا ما بعرف اي شيء هلا اول خطوه للخياطه مثل ما شايفين بيجي معها هذا المدوره هيك بسموها المكوك يعني انا لهلا عم بتعلم اسامي الشغلات عرفتوا فهي لازم نع... نعبيها بالخيطان يعني فهوني مرقمي لكم رقم واحد رقم اثنين انا حطيت الخيط هذا على رقم واحد وبعدين رقم اثنين هيك لفيتها وبعدين بدك تفوتي بالمكوك هذا آه، الخيط من هذا الصقر منشان نعبي آه، هاي المكوك البلاستيكة يعني نعبيها بالخيطان بيجي معها هاي الدواسة دعاسة ما بعرف شو اسمها بس هي اللي بتشغل الماكينة آه، فراح حطها هلا بال بالماكينة وشغلها بالكهرباء وبعدين عبي المكوك بالخيطان هلا هذا المكوك اللي عبيته آه بالخيطان بتحطيه بهذا البيت تبع المكوك وبتشيلي الخيط طرف الخيط مثل ما لكم شايفين نحطه بهذا الثقب وبعدين بدنا نفوته بهذا المكان آه ونطلع بتطلع بتضلي يعني هيك طرف من الخيط خليه لبرا مشان هلا نسحبه لفوق هلا هون بدنا نسحب هذا الخيط لنحطه بالابرة تحت وبرقميلكم آه ارقام واحد اثنين ثلاثة انا عم بنزل هيك لهون هون اربعة خمسة آه, خمسة بتطلعي لفوق هلا هون هي الدويرة بتفتليها لحتى بتطلع حديدة مثل شنجيلة يعني و الخيط هيك لوراها وبتردي بتنزليها لتحت وبعدين بتحطيها بالثقب تبع الابرة هلا هون هي الخطوه كتير مهمه لانه بدي اخذ الخيط اللي تحت اللي حطيناه تحت واجمعه بالخيط اللي فوق فمثل ما شايفين نزلت الابره لتحت لحتى اسحب الخيط اللي تحت عرفتوا فسحبت الخيطين مع بعض وهيك رجعتهم لورا هلا هون عندي قماشه ما بدي اياها فقاعدة عم بتعلم عليها وعم بتعلم على الدرزات وهالقصص وشلون بدي مشيها مثل ما عم قلكم لأني ما بعرف شي يعني صفر تحت الصفر يعني بس حاليا أنا يعني مشيت خطوة كتير كبيرة إنه كيف حط الخيطان وكيف وتعرف على الأجزاء تبعاتها وهيك فيعني يعني الحمد لله هلأ خطوة كتير منيحة مشيتها. حبيت اعمل اكلة حلو اللي هي سان سبستيان كتير بحبها وولادي كمان بحبوها متل أه، مثل ما كنا شايفين بالسبدية حطيت لبنة بيكون مرسوم عليها تشيز كيك خاصة للحلو أه، 400 جرام وحطيت نص كوب سكر هلا هيك بخفقهم بالخفاءة الكهربائية لحتى يدوب السكر منيح وبعدين ما عاد في داعي انه استخدم الخفاءة الكهربائية بستخدم الخفاءة اليدوية حطيت علبة كريمة طبخ ميتين جرام وحطيت أول بيضة بخفقها هيك بالخفاء اليدوية بس لتدوب يعني ما عاد تلاقي أثر البيضة بنحط البيضة التانية حطيت فوق الخليط رشة ملح وكمان عصرة ليمون صغيرة وظروف فانيليا وهلا بحط معلقة كبيرة من الطحين ورق الزبدة هون بجعلكم مثل ما شفتوا وبحطه بهذا القالب بظبطه يعني لحتى كت الخليط فوقه صفيه بالمصفاية مثل ما شايفين لحتى ما يكون في ولا تكتلات بحطه بالفرن على درجة حرارة ميتين نص ساعة بيكون استوى عندي سان ونتركه شوي ليبرد على المجلى مشان نحطه بالبراد لأنه لازم يكون كتير بارد يعني للمسا لنحسن نقطعه التركة تبع الغزانة عندي كتير متوسخة اللي زمان ما ساويتها مثل ما شايفين فعندي هي الآلة تبع البخار كتير ظريفة يعني أكتر شي بتفشلك قلبك هو السكك تبع الشبابيك وتبع الخزاين آه مثل ما شفتوا كتير قوية وبتشيل كل الوسخ اللي بقلب الأماكن الضيقة يعني والزوايا الضيقة وبعدين قلت بما انه مشغلتها وسخنة فقلت لساوي هون هذا الشفاط اللي فوق الغاز عندي كتير متوسخ مثل ما لكم شايفين الترمس مثل ما قلت لكم لازم كل ثلاث ساعات تغيري المي عنه تحطي له مي جديده كمان في حبات بتبقى سودا كمان شيليه ونقيه أه هلا هون سان سيبستيان عندي صار جاهز أه تقريبا صار ست ساعات بالبراد ففيني هلا قطعه يعني برد وتماسك أه كمان عامله انا كاسترد قبل بيوم كثير طيب طلع مع السان سيباستيان زينته هيك على الوجه كثير طلعوا طيبين مع بعض يعني لهون بيكون انتهى الفيديو تبعي اليوم بتمنى يكون عجبكم إذا حبيتوا ما تنسوا تعملولي لايك وتشتركوا بالقناة بحبكم كتير سلام